سجلت فرص العمل المطلوبة عبر الإنترنت في الإمارات ارتفاعاً بنسبة 45% خلال عام 2015 وحتى يناير 2016، وذلك وفقاً لمؤشر monster.com للتوظيف، ما يجعل من دولة الإمارات أفضل الأسواق أداءً في المنطقة. لكن ما هي الوظائف المطلوبة وما هو مستقبلها؟ نتعرف على ذلك مع يوسف وضيفه. تفضل يوسف. شكرا لك دينا. بالتأكيد سنتحدث أيضا عن مواضيع أخرى وهي مستقبل الوظائف التقليدية والموظفين فيها في ظل دخول الروبوتات إلى قطاعات مختلفة، مع ضيفي بالاستوديو السيد أحمد خميس الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة بلوفو للتوظيف. أهلا بك معنا. نتحدث عن وصول الإمارات إلى 45% وهو التوظيف عن طريق الإنترنت، ما هي أكثر الوظائف المطلوبة الآن ولماذا؟ بشكل عام لازم بالأول نربط حجم الاستثمارات في قطاعات معينة في السوق لنقدر نشوف خلق الوظائف يتلائم معه ولا لا. لها السبب كان خلال السنتين اللي مروا بالإمارات في حجم استثمارات كبير جدا في القطاع الصحي وقطاع التجزئة، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي فإن الوظائف المعروضة في القطاع الصحي شهد نموا كبيرا تبعه قطاع التجزئة وبالطبع قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي له مستقبل واعد في دولة الإمارات وعالميا حتى. طيب، بما أننا تحدثنا عن تكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع تحديدا، هناك نمو متسارع وتغيرات سريعة تحدث لربما نستطيع اللحاق بها ومواكبتها. مستقبل الوظائف في هذا القطاع كيف تقرأه، وما هي الوظائف المطلوبة مستقبلا خلال 5 سنوات من الآن؟ جيد. بداية أنا بحب على طول استخدم الإحصاء، لأنه الإحصاء بيعطيك يعني نوع من الفكرة عن السوق لوين متوجه. صحيح. اليوم في عندك بحدود 3.5 تريليون دولار إنفاق دولي على قطاع تكنولوجيا المعلومات. صحيح. بالإضافة إلى وجود وظهور قطاعات جديدة لم تكن موجودة في السابق، قطاع الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، الروبوتس التي دخلت حيز كبير في عملية الاستبدال العمالة بالآلات. فهناك توجه حديث نحو هذا النوع من الوظائف التي تتطلب بالدرجة الأولى مبرمجين للكمبيوتر، مهندسين لصناعة الروبوتات وصيانتها في نفس الوقت، بالإضافة إلى التخصص من ضمن مجال البرمجة نفسها، لأنه صار عندك مجالات كثيرة. هلأ صار عندك اللي هي اللي بيقولوا الدرونز، أجسام الطائرة اللي يتحكم فيها عن بعد. صحيح. ففي حالة خاصة جدا من ضمن البروغرامينج يجب التركيز عليها ولها المستقبل الواعد. طيب، كما ذكرت الروبوتات ستدخل في دراسة ذكرت أن 50% من الوظائف في الولايات المتحدة في عام 2020 ستختفي. 50% رقم كبير بما نتحدث عن الإحصاءات. مستقبل العاملين في هذه الوظائف التقليدية، وكيف يمكن لنا أن نطور العاملين في هذه الوظائف التقليدية حتى لا نصل لمرحلة البطالة؟ بالضبط. هلا هي مش إحصاء واحد، إحصاءات ودراسات سواء كانت أكاديمية أو غير أكاديمية. صحيح. بتقول أنه من 30-50% من الوظائف سيتم استبدالها بروبوتات. ولكن الشيء ما بيخوف، بالعكس، يعني في جانب آخر مشرق لهالموضوع اللي هو سيتم خلق فرص جديدة لم تكن موجودة أساسا. فالمحصلة إيجابية بمعنى عدد الوظائف التي سيتم خلقها في سوق العمل ستضاهي تلك التي ستزول من سوق العمل. فبالتالي هو جانب إيجابي. أما فيما يخص النقطة المتعلقة بالبطالة، بالعكس لازم يكون في مواكبة للتطور التكنولوجي الحاصل في العالم. وهذا يتم بطريقة بسيطة عن طريق موضوعين أساسيين. أول شيء دمج مواد تعليمية جديدة تواكب التطور العلمي الحاصل في العالم، بالإضافة إلى الدعم الحكومي ودعم القطاع الخاص للمبادرات التكنولوجية وخلق بيئة ثقافية تتبنى هذا المفهوم مستقبلا. طيب، هل الاستثمار في هذا وهو الاستثمار في الموارد البشرية كافي في الوطن العربي برأيك فيما يتعلق بهذا القطاع؟ بالطبع لا، يجب أن يكون هناك استجلاب للخبرات والكفاءات الخارجية، عمل ألايانسز معهم بحيث تبني هذه البيئة الحاضنة التي ستدعم هذه الوظائف في المستقبل، وإلا سيكون عندك نقص حاد وسنصل إلى المشكلة التي لا نرجو أن تحدث وهي البطالة. طيب، تحدثنا عن الوظائف التي لا يمكن دعنا نقول أو ستحتاج إلى تطوير، ولكن ما هي الوظائف البشرية أو التي تعتمد دعنا نقول على العنصر البشري التي لا يمكن الاستغناء عنها نهائيا؟ أوكي، عم يحكوا هلأ بارتيفيشال انتليجنس، ذكاء اصطناعي. صحيح. فبالمقابل هو الذكاء الطبيعي اللي لا يمكن أن يحل محله ذكاء اصطناعي. على سبيل المثال مهنة الطب، الدكتور الآن أو الطبيب
من المستحيل جدا أن يحل مكانه روبوت يقوم بإجراء على سبيل المثال عمليات جراحية. هي دخلت في المجال الطبي نعم، ولكن كوسيلة مساعدة يتحكم بها طبيب. نعم بالضبط. أضف إلى ذلك الآن يعني الشغلات اللي مثل ما أدلك بدها تتطلب ذكاء طبيعي، قاضي، هل يمكن للروبوت أن يكون قاضي ويحكم بين الناس؟ سينفذ الخوارزميات فقط. بالضبط. طيب حتى نكسب الوقت، من خلال موقعكم الخاص دعنا نقول أو المنصة الخاصة بربط من يبحث عن الوظائف بالشركات مباشرة، كيف تقيم مؤهلات المتقدمين من العرب في المنطقة؟ هل نحن بالمستوى المطلوب لهذه الوظائف؟ أنا ما بدي أبين متشائم، ولكن نتحدث بواقع. الواقع بيقول أنه في مهن معينة في كفاءات جيدة جدا بل وممتازة، اللي هي بتتعلق بالفاينانشال سيرفيسز اندستري، اللي بتتعلق بمجال الـ HR. أما على مستوى التكنولوجي فنحن بحاجة إلى الكثير، لذلك الدعم مطلوب وبشدة، ليس فقط من قبل الحكومات ولكن من قبل القطاع الخاص لخلق البيئة والإيكو سيستم لهذا التوجه التكنولوجي الحديث الذي سيقود ربما ثورة تكنولوجية عالمية جديدة في السنوات القادمة. أحمد خميس الرئيس التنفيذي وشريك المؤسس لمنصة بلوفو للتوظيف، سعدت جدا بوجودك معي في هذه الفقرة، نلقاك إن شاء الله في المرات الأخرى. شكرا لوجودك معي. شكرا جزيلا. شكرا لك.